هاي افريوان، كيفكن؟ اليوم نقيت لكم هيدا اللوك السموكي، كتير سهل تطبيقه، اسهل حضروا معنا. حاستعمل بسام فتوح لوس باودر باللون دراجي تحت العين، وهيك اي فول اوت فينا بسهوله نشيلها بدون ما نشيل كل الميك اب. اسهل طريقه لسموكي العين هي نبلش بكحل العين الاسود من جوا. رح نستعمل ايدن مينرالز براون كاجالي. ما ضروري الطريقة تكون كتير نيت، فيها تكون عشوائية، لأنه هلا عم يسموك كل العين مع بعض. على الجفن حاستعمل لون البني وأدمجه، وهيك بيثبت الآي شادو أكتر وبيعطينا إفيه سموكي أحلى. طريقة عشوائية، نرسم خط فوق العين. هلا وي بلند. طبعا البرش نضيفة، نعمل بلندينج، نزول. بعدين بإصبعنا من هون ناخذ البلند لبرا بهيدي الطريقة. نفس القلم البني حاستعمله على الجفن التحتاني للعين. ألتر إيجو من سامر خزامي باليت للسموكي آيز. حاخذ هيدا اللون البراون وكأنه عم لزقه على العين فوق اللي عملت له بلند. حنزيد من نفس اللون لنعمل بيلد اب للاي شادو ليوصل للدرجة اللي احنا بدنا اياها. بعدنا لهلا عم نشتغل بلون واحد وعم ندمجه بطريقة حلوة. نفس اللون حناخده على برش ارفع لنستعمله تحت العين. حناخد من لون الاورنج ونحطه على كسرة العين لنعطي ورم للعين اكتر. نسحب البرش لبرا لنعطي سموكي افكت. نفس اللون بالبرش، يعني ما بنزيد لون كثير، باللي بقيه على البرش، ونمرق البرش تحت العين بهذه الطريقه لتصير كلها نفس الالوان. وهلا حنزيد اللون الذهبي، طريقه كثير ناعمه وخفيفه على زاويه العين من جوا. تيكمل اللوك اكيد الرموش جزء كثير اساسي، فيكم تستعملوا فيك لاشز، او اذا ما بتحبوا مثلي فيكم تستعملوا ماسكارا بتاعتي عباوي وسواد. حاستعمل هذه الماسكارا من إيف سان لوران. فور ذا ليبس حاستعمل اور ريد ليب لاينر من بسام فتوح. حبيت انهي هيدا اللوك بريد ليبستيك، هيك منغير شوي بيكون فيري فاستيف. اذا حبيتوا خبروني تحت الفيديو.